رحمة الله تعالى وبركاته. باش يتم التصحيح، امتحان جو موحد للمستوى الثالث الاعدادي الخاص بامتحان الرياضيات لدورة يونيو 2019، وغنشتغل اليوم ان شاء الله بالتمرين رقم 4. إذن التمرين هو كالاتي: لتكون اف دالة تألفية ودلتا تمثيلها المبياني في معلم متعامل منظم او اي جي، جي نقطة الإحداثية ديالها 0 1، كا الإحداثية ديالها 1 3، نقطتان من التمثيل المبياني دلتا. سؤال ألف: بين أن صيغة الدالة التألفية إف هي إف إكس كتساوي 2x + 1، يطلب مني أنا نلقى الصيغة ديال الدالة اللي هي 2x + 1. إذن كيفاش غنلقاو صيغة الدالة؟ أول شيء خصنا نقلبو على المعامل الموجه ديالها أو الميل ديالها اللي هو أ، لأن المعادلة ديال هاد الدالة التألفية كتكتب بشكل أ إكس زائد بي، خصنا هاديك الأ. وعطاوني هنا جوج نقاط، قال لي ديال جي وكا كينتميو للدلتا، اذا هما جوج نقاط من اف. اذا ناخذ اف اكس 1 ناقص اف اكس 2 على اكس 1 ناقص اكس 2 وهما جي وكا. اذا ناخذ 3 ناقص 1، 1 ناقص 0 يعني 3 1، هنا كناخذ الايكغريك 3 وهنا ناخذ 1، هنايا 1 وهنايا 0، اذا 3 ناقص 1 1 ناقص 0 كتساوي ليا 2. اذا ا كيساوي 2، يعني الدالة كتكتب في شكل اف اكس كتساوي 2x + بي. اذا انا لقيت 2x، بقات ليا الواحد اللي غيكون هو بي. كيفاش نقلب عليه؟ اذا هاد جوج نقاط كينتميو للاف، اذا الا عوضت باكس ديال واحد فيهم غادي نلقى الايكغريك الاخرى. اذا ناخذ السهله هي جي، الا عوضنا اذا عندنا أن نمشي أ نديرو جي ولا كا كتنتمي لنا لدلتا وهي 0 1، يعني خدينا جي. هنا إف 0 كتساوي 2x + بي، وحنا عارفين بأنها ستعطينا 1، إذا 2x + بي كتساوي ليا 1، إذا بي كتساوي 1، وبالتالي فإن الشكل العام ديال الدالة هو 2x كتساوي و إف إكس كتساوي 2x + 1. سؤال ب: أحسب أرتب نقطة أ من دلتا ذات الأفصول إكس ناقص 2. إذا أ نقطة كتنتمي ليا للدالة، كتنتمي لإف أو كتنتمي لدلتا اللي هو التمثيل المبياني ديال الدالة إف، أو الأفصول ديالها إكس كتساوي ناقص 2. إذا غنعوض إكس بناقص 2، إذا إف ديال ناقص 2 كتساوي 2 مضروبة في ناقص 2 + 1، 2 ناقص 2 هي ناقص 4 + 1 كتساوي ناقص 3. إذا الأرتوب ديال أ هو ناقص 3. دونك فهمني في السؤال جي من أن أنشئ دلتا التمثيل المبياني، إكس كتساوي ناقص 3. بالنسبة للتمثيل المبياني غيكون بهذا الشكل: أنا لقيت بأن عندي جي وكا كينتميو لدلتا و أ تا هو كينتمي لدلتا، بحيث أن أ عندو ناقص 2 - 3، جي عندها 0 1، و كا عندها 1 3، و غنجمع هاد النقط 3 و غنلقى دالة تألفية اللي هي الدلتا. هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة. الآن السؤال 2 أو الجزء الثاني في التمرين الرابع: نعتبر الدالة الخطية جي عندنا دالة أخرى معرفة بجي إكس كتساوي ناقص 1 - 2 إكس، حيث ان عندنا دي هو التمثيل المبياني ديال الداله جي في معلم نفس المعلم او اي جي. ثم نحسب صوره العدد 4 بالداله جي. اذا جي ديال 4 هي ناقص 1 - 2 مضروبه اكس، نعوضها ب 4 مضروبه في 4، 4 في ناقص 1 هي ناقص 4 - 2 هي ناقص 2، اذا كتساوي ليا ناقص 2، هي صوره العدد 4 هي ناقص 2. السؤال ب: حدد العدد اللي صورته 1. اذا دابا العكس، اذا غندير جي ديال 1 اكس كتساوي ليا ناقص 1 - 2 إكس كتساوي ليا ناقص تساوي 1 تساوي ليا 1. خصنا نقلب على شكون هي إكس، شكون هو الأفصول ديالها. إذا بحال عندي معادلة مدرج ولا بمجهول 1، إذا عندي ناقص 1 - 2 إكس كتساوي 1، وبالتالي فإن إكس كتساوي ناقص 2. إذا 2 غادي نطلع الفوق، هنا 2 غتطلع الفوق، وناقص 1 في عندي ناقص، إذا إكس كتساوي ليا ناقص 2. هذا هو السؤال ب. سؤال ج: أنشئ دي تمشي بين الدالة إف نفس المعلم، المعلم الأول. هو هنا عندنا أدوات التمثيل ديال الدالة، لأن حسبنا كيفاش كنعرفو التمثيل. هنا لقينا بأن الجي ديال 4 هي ناقص 2، والجي ديال ناقص 2 هي 1. إذا ناقص 2 هي 1 هي النقطة الحمراء، و 4 حسبناها في السؤال الأول هي ناقص 2، إذا هذا هو التمثيل المبياني. سؤال 3: هل المستقيمان متوازيان؟ المستقيمان غير متوازيان لأن ليس لهما نفس المعامل الميل. هذا المعامل ديالو ناقص 1 - 2، وهذا المعامل ديالو 2، هي أ و أ مختلفة، إذا المستقيمان غير متوازيان. كنلاحظو أن في التمثيل كل واحد جانا في شكل، يعني غيجيو متقاطعين، واحد جانا
يعني بهذا الشكل والاخر جانا بهذا الشكل، اذا ما كاينش توازي لان ما عندوش نفس معامل للميل ولا هو ال ا. اذا كان ا نفسه غيكون هناك توازي. بالنسبه للتمرين الخامس نخليه الفيديو المقبل ان شاء الله، غادي نوقفوا في التمرين 4. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك في الجرس وانتظروا ان شاء الله الفيديوهات المجيين، سواء التمارين ديال الامتحان او تمارين من امتحانات اخرى. شكرا على المتابعه والى اللقاء.